انا اخبار الحقيقه ممكن يكون اخبار غريبه شويه، بس اللي يعيش ياما يشوف، خاصه لو في مصر. خلينا نروح معاكم لقصه في اسيوط. واحده من الطالبات عثرت على عقرب في طبق فول. عقرب، تخيل حضرتك بتاكل لقيت عقرب في طبق الفول، مش حشره، عقرب. ده طبعا بعد ما استلمت وجبه العشاء بتاعتها من منفذ التغذيه الخاص بالمدينه الجامعيه، مما ادى طبعا لحاله من الخوف والقلق ما بين الطالبات وامتناع عن تناول وجبه العشاء. وعلى الفور صرح رئيس الجامعه بفتح تحقيق في الواقعه، واكد سنحاسب المقصرين. يمكن بعض الصور اهي كمان بنعرضها لحضراتكم، يعني لما لقوا العقرب في الاكل. بس ازاي ممكن عقرب يعني يصل لوجبه غذائيه؟ برضو شيء الحقيقه غريب. خلينا نفهم ايه اللي بيحصل وايه الاجراءات اللي اتخذت من الاستاذ عرفه ابو العيله، مدير عام المدن الجامعيه بجامعه اسيوط. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يعني احنا بنشوف الصور الحقيقه دلوقتي على الشاشه ومش مصدقين، هو ازاي ممكن يعني عقرب يصل الى وجبه اي وجبه بقى بشكل عام؟ يعني هو سعادتك، اولا احنا نشكر ليكم ان انتم برضه بتبرزوا امر زي ده، برضه عشان برضه تطمن اولياء الامور والطالبات على نفسهم ذات المدن الجامعيه بجامعتها. هو في حقيقه الامر احنا الفول المقدم للطالبات بيبقى فول ساده، ما فيهوش الخلطه اللي هو موجود على سعادتك عندك، الصوره اللي موجوده عند حضرتك اللي هي بالبصل والطماطم والفلفل الاخضر. فدي صوره غلط؟ نعم. يعني الصورة اللي احنا شفناها دي مش صحيحة؟ لا، هي صورة حقيقية، لأن احنا رحنا وتوجهنا ولقينا نفس الكلام ده بالفعل. ولكن هو ما انتهاش التحقيق في الأمر، هو فكرة إن هو الفول يكون طالع من الجدرة بالشكل ده صعب جدا. صعب جدا جدا جدا. أولاً في لجنة تستلم الفول، بتصفي الفول من المية بتاعته، فبالتالي لو في أي حاجة معلش، هو الصورة هي الصورة، معلش أنا آسف، واحدة واحدة. الصورة دلوقتي معانا، حضرتك بتقول ما بتقدموش النوع ده أصلاً من الفول. بس الصورة دي صحيحة مظبوطة. الفول ده صحيح، لان الطالبه هي اللي عامله الخلطه، تمام؟ يعني الفول بتاعنا احنا بتاع المدينه اللي مستلماه عشان يبقى ليه طعم او مذاق معين خاص بيها يعني. يعني هي معلش يا فندم، يعني بس هي الفكره مش في وجود الخلطه وعدم وجود الخلطه، ما ممكن يكون الفول كان موجود جواه يعني العقرب. العقرب بتاعتك لو طلع من جدره الفول بهذا الشكل كان باب. لان هو عقرب حجر، ده عقرب ده بيبقى يعتبر زي نسيج مائي او حاجه خفيفه خالص بنفس يعني معلش كل تفاصيل العقرب موجوده. فدليل ان هو ده اتحط. يعني ده لو كان مطبوخ زي ما حضرتك يعني بتقصد، فكان ممكن يبقى يعني على الاقل يعني متفتت زي ما بيقولوا يعني. بالظبط كده، كان يبقى يعني حتى جزء منه بس اللي موجود في الفول، مش كل العقرب بالشكل الكامل بتاعه. طب حضرتك بتفسر ده بايه؟ يعني البنت من الاخر، يعني البنت حطيتها يعني ولا؟ هو احنا تركنا موضوع التفسير للشؤون القانونيه، ولكن انا في مخيلتي ان الطالبات دايما معلش يمكن والله اعلم بيهزروا مع بعض. هي واحده دخلت دي مثلا باقي الملح او التوابل وراحت حطهولها عشان تسد نفسها من الفول وتعمل ذوب على هذا الشكل. لكن احنا طبعا مقلب، يعني ممكن تكون مقلب ما بين الطالبات يعني قصدك. احنا برضه احنا مش عايزين نجزم بهذا يعني الكلام الا لما بس سؤال ينتهي. بس سؤال، حتى لو في نوع من المرح يعني زي ما حضرتك بتقول، مرح ايه؟ واحد لكن ازاي نقدر نجيب يعني عقرب ونحطه في اكل؟ ممكن نجيب اي نوع يعني لعبه، لكن ده عقرب يا فندم. لا انا بتكلم سعادتك، الامر ده بالنسبه لنا احنا امر غيبي، وهتوضح ان شاء الله التحقيقات وهنبرزه للناس، وان شاء الله الامور هتبان بشكل كويس. لكن بس برضه يا فندم، يعني اسمح لي، لو بنت يعني هتشيل عقرب بايديها وتروح تحطه في الفول، برضه يعني برضه مش يعني معلش اسمح لي، يعني كلام مش منطقي الصراحه. يعني ولو حتى حطيته كده، فاعتقد انه في رقابه اثناء حط الاكل، يعني اكيد في متابعه، في اشراف على المطبخ. وهتجيبه منين؟ يعني برضه الموضوع شويه معلش، لو هنروح للسيناريو ده فهي برضه مؤامره شويه، اعتقد ان هي صعبه التصديق. هو سعادتك برضو الشاهد في الامر بمجمل وكاملا، الحمد لله رب العالمين، احنا ما كانش عندنا حاله اصابه لاي طالبه في المدينه الجامعيه هذا اليوم، يوم الثلاثاء اول امس. فاللي احنا يهمنا ان الطالبات عندنا يكونوا امنين مطمئنين على نفسهم، وما فيش عندي مشكله حصلت لاي طالب. ده اهم شيء يعني انا كمسؤول داخل المدن الجامعيه. طيب التحقيق دلوقتي بيتم مع الكل، يعني بيتم مع الطالبه ومع اكيد مسؤولين على المطبخ مع الاشراف، يعني احكي لنا ايه اللي بيدور دلوقتي يا فندم. هو سعادتك طبعا في امرين مهمين جدا اللي هم يعني لم ينتهوا بعد،
اولا نتيجه التحقيق لسه ما انتهتش، ثاني حاجه موضوع التحليل نفسه، هل العقرب ده وجع بالفعل ومس الطبق ولا حد كان جايبه بطريقه معينه، كان مثلا رص على بيرسول وعرف يجيبه بشكل هو هو وحط كل الامور دي هتكتسب التحليلات وهيبان بالظبط الامور ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ علي او عرفه ابو العلاء مدير عام المدن الجامعيه بجامعه اسيوط. طبعا في تحقيقات جاريه لكنه موضوع غريب وعجيب ومقزز خلينا نقول، ولو يعني مش عايزين نستبق يعني برضو نفسيا وشكليا وكل شيء يعني. بس انا استبعد فكره انه حد ممكن يعمل كده في نفسه، يعني يجيب عقرب ويحطه في الاكل، فاعتقد انه مره ثانيه يعني بنطالب بتحقيق فوري سريع وشفاف وحمايه كل طالباتنا وطلابنا في كل المدن الجامعيه في مصر، خاصه ان دي ما هياش اول مره نسمع عن حوادث مشابهه. طبعا الجديد ان المره دي عقرب مش حشره او حادثه تسمم، لكنه القصه دي في مصر لازم تنتهي، لازم يكون في رقابه طبعا في كل المدن الجامعيه على ما يقدم لاولادنا، لانه مش كل شويه بقى نسمع حادثه تسمم. كان في برضه لسه الاسبوع اللي فات، مش عايزين نكرر تاني عشان ما نضايقش الناس او ما نخوفش الناس، لكن يا جماعه مره تانيه الرقابه على كل ما يقدم لكل طلابنا في كل المدن الجامعيه في مصر. صحة المواطنين أهم يعني بكتير جدا من فكرة إن احنا نبرر وجود عقرب أو وجود حشرة أو وجود أي شيء يعني ممكن يكون مسمم أو ممكن يبقى الموضوع مش صغير، موضوع كبير، فنرجو يعني متابعة الموضوع من المسؤولين. طيب اكيد طبعا احنا كمان هنتابع يعني هذا الموضوع، هنتابع وهنتكلم بكره وبعده ونشوف نتيجه التحقيقات وصلت لايه، وهنتاكد انه يعني الشخص المسؤول او اللي اهمل او اللي كسب ان هو يشرف او اللي ما تابعش كويس كمان بينال جزاؤه بشكل حاسم وقوي.